أهلا بكم في عربود وأهم الأخبار العربية والعالمية. ياسمين صبري حبيبة محمد رمضان، عملنا قبل حلو في الأسطورة، الناس اتبسطت بيه. الممثل التركي شاتاي السوي يفقد وسمته بوزن زائد 60 كيلو جرام. منافسة حامية بين درة والممثلة التركية ألشين سانجو على السجادة الحمراء في ضيافة. إيوان سائح في شوارع القاهرة. يا مالك سر الهوى والحياة. هند صبري تواجه محمد رمضان من جديد، هو تكملة للجزء الأول. What happens يدقق في شعبية نجوم مصر. جديدة علي حكاية أخف دمك. عربود في افتتاح مهرجان المسرح العربي في تونس. تكريم كبير برشا. مساء الخير مرة تانية. بدأت سنة 2018 وبدأ معاها عدد كبير من التكريمات والمهرجانات، وكان لافت حفل تكريم ضيافة اللي بيقام سنويا في بيروت ودبي. في دبي اسمه ضيافة وفي بيروت اسمه بياف. النهاردة بنتكلم عن ضيافة اللي كرم عدد كبير من النجوم زي باسل خياط والكفوري وسعاد عبدالله وفايز السعيد. لكن اللي كان ملفت الحاجات الجانبية اللي حصلت في ضيافة، زي مثلا إطلالة الممثلة التركية بطلة مسلسل عشق للإيجار ألشين سانجو، واللي اختارت إطلالة بسيطة جدا بس أنيقة قوي. وكنا مستغربين إن سانجو ما نشرتش أي حاجة عن التكريم على صفحتها في إنستجرام لغاية دلوقت، ولا حتى حطت صورة لمتابعيها عن الفستان اللي لبسته في ضيافة. أما أكتر النجمات أناقة في ضيافة فكانت درة، رغم إنها وصلت دبي متأخرة وبقت خايفة إنها ما تلحقش الريد كاربت. تفاصيل أكتر هنشوفها سوا. على مدار العام شفنا نجاحات وتألق كتير من فنانين الوطن العربي. اختار مهرجان ضيافة بدبي في دورته الثانية انه يكرم جزء كبير منهم. اهلا وسهلا فيكم، اليوم انا موجودة على الريد كاربت في الدورة الثانية لضيافة لاستقبال كل ضيوفنا من الوطن العربي ومن العالم، وطلع اكيد من الفاشن ديزاين المصرية اللي انا شخصيا كتير بحبها مرمر حليب. كل سنة عنا نسخة جديدة وكل سنة عنا نكهة جديدة، ونحن السنة عنا شخصيات من 14 بلد هن رح يكونوا مكرمين السنة بالدورة الثانية بضيافة. غدرتيني وقلبي عارف من غدرك. بصوته اللي كلنا بنعشقه، أطرب وائل كفور الحضور عقب تكريمه، وبدأ كلامه لكل الحاضرين وقال: أنا مؤمن إن محبة الناس كنز لا يفنى. ومن تركيا كرمت النجمة ألشين سانجو اللي ارتدت فستان ناعم من اللون البيج، وعلى الرغم من بساطة إطلالتها إلا أنها قدرت أنها تجذب الأنظار ليها بمجرد مرورها على السجادة الحمراء. Ülkemin dışında ilk defa bir ödül törenine katıldığım için hem çok heyecanlıyım hem de bu da benim için bir tecrübe, ilk defa böyle bir şeyin içinde olduğum için mutlu ve heyecanlıyım. Bu tabii ki sadece Arap fanlarım için değil, yani dünyanın dört bir yanında çok enteresan bir şekilde beni izleyen ve seven insanların olması inanılmaz güzel bir şey. Yani sadece var olduğun yerde değil, dünyanın bir ucuna ulaşabiliyor olmak insana inanılmaz güzel hissettiriyor. كرمت سيدة الشاشة الخليجية حياة الفهد لإبداعاتها عن مجمل أعمالها الفنية، وبعد عودتها للكوميديا من خلال مسلسل رمانة هتطل علينا بمسلسل تراجيدي قريبا. أنا عندي عمل تراجيدي اسمه مع حصة قلم، يحكي عن امرأة كثيرة النسيان فتمشي بالورقة والقلم ولها خطوط كثيرة بالحياة. يلا 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 أجف يلا. لإبداعه في الأغاني اللي بيقدمها سواء غنى أو تلحين تم تكريمه. وكشف لنا فايز السعيد عن جديده من ميني ألبوم وتحضيره لبرنامج شاعر المليون. راح نقدم فيها أشهر الأغاني التي غنت من أشعار سمو الشيخ زايد. كعادتها خطفت درة الأنظار ليها في المهرجان، وحصلت على جائزتين، الأولى عن مجمل أعمالها والتانية جائزة أفضل إطلالة في مهرجان ضيافة. الميك أب والشعر باتشيلوتشي والفستان لابورجوازي، تكريم يعني لي الكثير. التكريم دايما يعني أني ماشية صح كما يقولوا في الكارير متاعي. بص يا عمر، في حاجات مهما حاولنا نفهمها مش هنعرف. عندي مسلسل في رمضان مع محمد رمضان يعني، ومع طبعا نخبة من الفنانين أيضا. من أبرز المكرمين كمان كان باسل الخياط، واللي نشر على حسابه الشخصي بإنستجرام صورة بتجمعه بدرة وأبوه بعد التكريم، وكتب عليها صداقة قديمة بتجمعني أنا ودرة عمرها سنوات.
هيطل علينا باسم في رمضان اللي جاي بدور مختلف، وهتشاركوا البطولة ريهام عبد الغفور. التجربة يا دكتور طالما بدأت يبقى صعب انها تقف. في مسلسل ان شاء الله في مصر راح اعمل فيه ان شاء الله شخصية يعني جديدة علي تماما، مركبة وصعبة كتير. The killer walked up, shot Versace twice in the back of the head, and ran. من أيام أصدرت قصة جيني فيرساتشي بيان تعلن فيه عن عدم رضاها عن محتوى مسلسل The Assassination of Jenny Versace المقرر عرضه قريباً، واللي بيتناول حياة مصمم الأزياء الإيطالي جيني فيرساتشي والسبب وراء مقتله عام 1997. Shortly before 9 a.m., fashion designer Gianni Versace was shot on the steps of his villa. وجاء البيان كالتالي، إنه عائلة فيرساتشي ما عطت الإذن ولا بتشارك بأي شكل من الأشكال بالمسلسل التلفزيون القادم عن وفاة السيد جيني فيرساتشي. وبما إنه فيرساتشي ما عطى الإذن بكتابة وصايته يلي بيستند لها أحداث الكتاب ولا شارك بكتابة السيناريو، فما لازم إلا نعتبر إنه هالمسلسل هو عمل خيالي. Andrew Cunanan, 27 years old, he's killed four men. This world has wasted me, and yet this world also made you, Mr. Versace, into a star. You're not better than me. We're the same. The only difference is that you got lucky. وهو الأمر يلي دفع مجموعة قنوات FX المسؤولة عن عرض المسلسل بالرد على البيان مصرحة. مثل باقي قصص سلسلة الجريمة يلي منعرضها دايماً، فالموسم الأول إجا مع The People vs. O.J. Simpson يلي تناول حياة جيفري توبن، واستندت أحداث المسلسل إلى أكثر الكتب الغير خيالية مبيعاً. This is Detective Tom Lang from the Los Angeles Police Department. Your ex-wife, Nicole Simpson, has been killed. I'm so sorry, Mr. Simpson. كما هو الحال مع مسلسل Assassination of Jenny Versace، ويلي استند على كتير من الأبحاث الحقيقية حول مقتل جاني، وجاءت من خلال رواية Vulgar Favors للكاتبة مورين أورث، حيث استخدمت اعترافات أندرو كونانن يلي قام باغتيال جيني فيرساتشي لتقترب أكثر من الحقيقة. She also said, if somebody is going to play me, I am very happy that is you, and for me that was, you know, if I wouldn't have heard those words, I wouldn't have done it. وقد صرحت بينالوبي كروز يلي بتلعب دور دوناتيلا فيرساتشي شقيقة جاني إنها منا من أصدقاء دوناتيلا، ولكنها تقابلت معها بمناسبات عديدة وتعاملوا سوا بكل لطف. He was a creator. He was a genius. And my brother is still alive as long as Versace is alive. The Assassination of Jenny Versace American Crime Story بطولة بينالوبي كروز، إدغار راميريز وريكي مارتن، ومن المقرر طرحه 17 من الشهر الحالي، فهل رح يتم عرضه أم رح يواجه قرار بوقف العرض؟ قريبا نعرف. بعد الفاصل، محمد رمضان لا يبالي بكلام النقاد. الشارع اللي يقول مين رقم واحد ومين رقم تسعة. هند صبري تخضع لتقييم من عائلة فاتن حمامة. أسرة سيدة الشاشة العربية لازم توافق. من هو النجم المصري الأكثر شعبية خارج مصر؟ الصحافة التركية تفتح النار على الممثل شتاي أولسوي اللي بدخوا في أمريكا. إيوان يصل إلى القاهرة في سرية تامة من أجل عربود. ده اللي بيميز مصر. ماذا قال أشرف زكي في تونس؟ مسرح التونسي مسرح عريق. يستعد مهرجان What Happens للانطلاق في دورته الثانية، واللي بيعتمد على التصويت للنجوم حسب شهرتهم خارج مصر.
تم إقامة الحفل بفندق جراند حيات بالقاهرة، وطبعا تم تكريم المتميزين من نجوم الفن والإعلام خلال عام 2017 واللي حددهم تصويت الجمهور. شارك في تقديم الجوائز المنتج إلهامي مقار، واللي كان ضيف شرف الحفل إلى جانب تامر نعيم. لقبة كبيرة أوي للفنانين، أنا شايف أسماء كبيرة أوي، وقدم الحفل مذيع عرب وود لميس البشوتي، واللي استلم جائزة أفضل برنامج فني على مستوى الوطن العربي في عام 2017. قدم التكريم ده للرائع الفنان العربي اللي هو صاحب نجاح الموسم الجديد من عرب وود، بديله ومن أبرز المكرمين من الفنانين كان أحمد السقا. كريم للتكريم ده تحديدا كيف وقته، وقته مهم بالنسبة لي جدا جدا، عمل لي حالة الدعم المعنوي القوية جدا. وأمير كرارة ودرة، بالإضافة لكوكبة كبيرة من النجوم. الحمد لله طبعا توفيق ربنا كبير قوي على الطوفان. وحشني انت. معقول انت. انت انا حفلات السفارة. طب صار حفلات السفارة دايما. بتقابل في حفلات السفارة دايما سمو الأمير. ازيك انت؟ وحشني انا. عامل ايه انت؟ خلاص انا جنبك هنا جنبك. يلا حبيبي. الله الحلوين. لا لا كوكبة فنية، انت بتتكلم في ايه؟ ده احنا مكوكبين احنا، انت معاك ثلاثة بقى اصحاب وحبايب نعرف بعض. لا ومركز الابداع الفني وليلة مشاوير. الحمد لله تكريمي لسنة 2018 لأحسن ملحن، والفوتنج كان من بره يعني من خلال الوطن العربي كله، فدي حاجة بسطاني الحمد لله. أكيد أنا مبسوطة وفرحانة، وأي تكريم باخده بيحملني مسؤولية أكبر في اختياراتي اللي جاية. أكيد طبعا الفنان بيبقى محتاج يعني تكريم لما يكون حاسس انه عامل حاجه كويسه، والتكريم بيجي فده بيساعده جدا يعني. طبعا شيء يسعد اي فنان في الدنيا انه يتكرم. اقول له انا طبعا مرسي ان انا متواجد معاكم، وبقول وات هابنز مرسي على الجائزه الجميله دي، وسعيد ان انا بتكرم عن الطوفان. والفنانه فيفي عبده اللي خدت جائزه اخف دم. بقول عن الجائزه طبعا حاجه جديده عليا، حكايه اخف دم دي مبسوطه قوي منها، وعلى فكره هي دي حياتي، مش انا بستخف دمي، هو دمي خفيف. ومن المكرمين في المجال الاعلامي الاعلاميان تامر امين. اهلا بيكم واهلا بكل مشاهدي روتانا اللي انا بعتبرها طبعا بيتي اللي بعتز بالانتماء اليه. تحيه طبعا لكل زملائي اللي في روتانا المصريه، والبرنامج عرب وود كمان البرنامج ده اتولد على ايدي. ومنى عبد الغني. ده يعني شرف كبير ليا جدا جدا، انا سعيده ان بتقرب مع كوكبه جميله من زمان. مهرجان المسرح العربي في تونس اللي حضره عدد من النجوم زي عبد المنعم عميري وأيمن زيدان وأشرف زكي. التفاصيل في التقرير اللي جاي. افتتاح المهرجان كان بوصلة غنائية للفنان زياد غرسة وفرقته الصغيرة. بعدها كانت كلمة وزير الشؤون الثقافية التونسية محمد زين العابدين، اللي أكد من خلالها أن تونس مدينة الثقافة ستظل في خدمة المسرحيين، لأن حقيقة كان فما فن يعني يختزل الحياة والمجتمع، والطموح هو المسرح يعني، لأنه فن جامع، ومهم أنه كدول عربية من خلال الهيئة العربية للمسرح كذلك تواصل من وزارة الشؤون الثقافية نتواصل، وخاصة نقيم هذه التظاهرات التي تمكننا من التعرف على بعض. شهد الحفل تكريم عدد من أبرز فناني المسرح التونسي.
والله هو تكريم مهم برشا لأنه يعطيه دفع معناها باش يواصل العمل، وخلاف هذا يحطه في إشكال لأنه يلزم يرفع البارة من قدام وما نجم يكون كان يحفز الإنسان باش ينجم يعطي مخير ويقدم حاجات مخير. برشا للفنان التونسي في بلاده تكريم على الكبير برشا وفرحني برشا، والعقبة المبدعين الأخرين زادا يعيشوا اللحظات السعيدة هذه. عرس في دارنا وما تتجزى صدقة إلا ما يتجزوا مالي الدار، بما أنه مشاركونا في العرس دخلوا شوية دفء على قلوبنا، خطر وقعت برشا أعراس مسرحية ومالي الدار ما كانوش موجودين. كما حضر مجموعة من أبرز رواد المسرح من معظم الدول العربية، منهم الفنان عبد المنعم عميري واللي مرتبط جدا بالمسرح التونسي اللي قدم عليه كتير من العروض المسرحية. دي ندوة فكرية حول مسرحية معينة، وإن شاء الله بحب أنا أجي على تونس، يعني ما أجي لأني أنا ماني ناقد أكثر ما أنا مخرج وممثل، بحب أجي على تونس لحتى يعني يكون معي عرض مسرحي. ومن مصر حضر الفنان أشرف زكي ليشارك كضيف بدورة المهرجان. مسرح التونسي مسرح عريق ومن المسارح اللي أحب أشاهدها وأحب أقرأ عنها وأتابعها يعني. ومن سوريا جاء الفنان أيمن زيدان ليشارك بمسرحيته اختطاف في المهرجان، لكنه رفض أن يدلي بأي تصريح قبل العرض. بس يصير مسرحية والله العظيم وعد من نعرض تشوفي المسرحية بنحكي بعدين بنكون بالصورة في شيء أحكي عنه. وفي ختام الحفل تم تقديم أول مسرحية مشاركة في مسابقة المهرجان واللي بيتنافس فيها 11 عرض مسرحي من 9 دول على جائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي. بعد الفاصل، هند صبري تنازلت عن أجرها للعمل في السينما عشان منتج يعرف يعمل الفيلم ده. مسرح مصر يستغل اسم محمد رمضان لزيادة الإيرادات. ده نجاح طبعا بينسب ليهم أولا ثم بينسب. فرح زينب عبدالله أو جانسو ديري بطلة مسلسل الأسطورة في تركيا. عرب وود في جولة سياحية مع إيوان في القاهرة. بحب الملوخية المصري قوي. الواضح ان هند صبري هترتاح السنة دي في رمضان بعد نجاح مسلسل حلاوة الدنيا، وهتتفرغ للسينما اللي هتفتتح من خلال 2018 بالجزء الثاني من فيلم الكنز. هند صبري كرمتها مؤسسة بوابة الأهرام عن نجاحها السنة اللي فاتت، وحكت لعرب وود خلال لقائنا معاها عن الجديد اللي بتحضر له. تكريم جديد لهند صبري من بوابة الأهرام عن أعمالها في 2017 واللي كان أبرزها مسلسل حلاوة الدنيا. الحمد لله فعلا 2017 كانت سنة جميلة وفيها تكريمات كتير، وابتدينا 2018 بندوة تكريمية من بوابة الأهرام. سعيدة جدا بهذا التكريم وفخورة، ودردشة كانت لطيفة جدا مع كل الصحفيين الموجودين، فالحمد لله 2018 ابتدت كويس. أنا بقى عندي كانسر. تفي من بقك يا شيخة فلا الله. بجد أنا عندي كانسر. أمينة بالنسبة لي كان لازم أتحضر لها بإني أشوف شخصيات أنا أعرفهم، أشخاص قرايب، ناس مروا بهذه التجربة المريرة. كان في مشاهد صعبة طبعا، مشهد لما بتعرف، المشهد لما بتقول لأهلها لأول مرة، المشهد لما بيرجع لها المرض، كل دي كانت ماستر سينز أخذت مننا كل مشهد يوم تصوير. كان في حاجات مؤلمة، كان في عياط كتير في البلاتو سواء كان أنا أو أنوشكا. أتى ربنا مش أعترض عليه أبدا. لا أنا بعترض عليه. من أهم المشاهد اللي أثارت الجدل على السوشيال ميديا في مسلسل حلاوة الدنيا مشهد الاعتراض على المرض، واللي اعتبروا البعض أنه مشهد اعتراض على قضاء الله. دي شخصية وصلت لليأس، وده اللي المخرج كان عايز يبينه يعني. فالحمد لله أنه ما حدش فهم الموضوع غلط، أنه ما كانش فيه مش اعتراض حقيقي طبعا على الإرادة الإلهية، بيبقى نوع من أنواع السخط، والناس الواحد بيبقى مش عارف هو بيقول إيه وبيتراجع بعدها. عايز تختبر صبري؟ طب أنا صبري خلص، صبري خلص. انت بقى رحمتك ما بتخلصش، رحمتك فين؟ وكانت جايزة فاتن حمامة للتميز من مهرجان القاهرة السينمائي هي الأهم في 2017. أسرة سيدة الشاشة العربية لازم توافق على مين بياخد الجايزة، وأنا رحت قابلتهم وحسيت إن هم مبسوطين إن اسمي اقترن بالجايزة دي، ودي حاجة طبعا كمان لأنها شخصية جدا وخاصة جدا، فبتمثل لي تشجيع من أسرة سيدة الشاشة العربية. كمان
كمان كان ليها تجربة في الإنتاج من خلال فيلم زهرة حلب. أنا كنت مشاركة في إنتاج زهرة حلب بس مش بفلوس، يعني أنا دخلت كممثلة بجزء من أجري. بتحصل كتير لما ممثل أو ممثلة بيبقوا عايزين يعملوا حاجة بس عارفين إن هم مش عايز أقول غاليين شوية على المنتج يعني، بس عارفين إن الفيلم البادجت بتاعه قليل جدا، فبيضحوا من جزء من أجرهم عشان المنتج يعرف يعمل الفيلم ده. وعن أعمالها في 2018، دلوقتي في السينما الكنز 2 إن شاء الله هينزل قريب، هو تكملة للجزء الأول، نفس الشخصيات اللي شفتوها في الجزء الأول، هيزيد عليها شوية. مش عايز أحرق كتير عشان الأستاذ شريف عرفة دايما بيتكتم عن الأعمال اللي بيقدمها. أيام استقبلت ولاية كاليفورنيا حفلة توزيع جوائز Critics Choice Award في دورته 23، وهو المعني بآراء النقاد وترشيحاتهم للأعمال السينمائية المميزة. حاز فيلم The Shape of Water على العديد من الجوائز، الأمر الذي يؤهله فيما بعد للترشح للأوسكار، وهي بعد حصوله على عدة جوائز، بداية جائزة Best Film Picture، كما حصد أيضا مخرج الفيلم جيليرمو ديل تورو على جائزة Best Director، كما كان لفريق الإنتاج نصيب، فحصل كل من جيف ميلفن، شين فيو، بول دانمان أوزبري على جائزة Best Production Design، بالإضافة لحصول الفيلم على جائزة أفضل موسيقى تصويرية. أما فيلم Three Billboards Outside Ebbing Missouri فحصل أبطاله على الكثير من الجوائز، نالت فرانسيس ماكدومان جائزة Best Actress، حصل سام روكويل على جائزة Best Supporting Actor عن أدائه في الفيلم، كما صنف الفيلم كأفضل طاقم تمثيل وحصد جائزة Best Acting Ensemble. In 3, 2, 1. أما جائزة Best Actor فذهبت للنجم جاري أولدمان عن دوره في فيلم Darkest Hour، كما ذهبت جائزة Best Actor in a Comedy لجيمس فرانكو عن دوره في فيلم The Disaster Artist، وجائزة Best Actress in a Comedy للنجمة مارغوت روبي عن أدائها في الفيلم المأخوذ عن قصة حقيقية I, Tanya، وذهبت جائزة Best Supporting Actress لأليسون جيني عن أدائها في نفس الفيلم. حصلت الطفلة بروكلين برينس ذات 7 سنوات على جائزة Best Young Actress عن دورها في فيلم The Florida Project، حتى أنها بكت بشدة أثناء تسلمها للجائزة، وألقت خطابا جعلت جميع الحضور يسقطون ضحكا قائلة: لي الشرف لأتلقى هذه الجائزة مع كل هؤلاء المرشحين العظماء، لذلك دعونا نحصل جميعا على آيس كريم عقب انتهائنا من الحفل. I would like all the nominees, you know, are great. You guys are awesome. We should go and get ice cream after this. حصل فيلم Wonder Woman على جائزة Best Action Movie، كما ذهب جائزة Best Comedy لفيلم The Big Sick. حاز فيلم Get Out على جائزة Best Sci-Fi or Horror Movie. I just want to say this is an incredibly stacked year. For genre films. كان للأعمال التلفزيونية نصيبها من الجوائز، فقد حصل مسلسل The Handmaid's Tale جائزة Best Drama Series، وحصلت بطلة المسلسل إليزابيث موس على جائزة Best Actress in a Drama Series، كما كانت جائزة Best Actor in Drama Series لستيرلينج كي براون عن دوره في مسلسل This Is Us. وأخيرا حصلت نيكول كيدمان على جائزة The Best Actress in a Movie Made for a TV or Limited Series عن دورها في مسلسل Big Little Lies. هذا المسلسل أيضا على جائزة Best Limited Series. Congratulations everyone. شكرا
أتاي أولسوي بقى الممثل التركي الأشهر بعد عرض مسلسله في الداخل السنة اللي فاتت، وحقق نسبة مشاهدة عالية جدا وما نزلش عن المرتبة الأولى على مدار 9 شهور، على الرغم من وجود مسلسلات لنجوم كبار زي خالد أرجانش وكيفانش تاتيتوج، بس شتاي تفوق عليهم وبعدين اختفى ورجع دلوقتي عشان يقدم شخصية المصارع التركي يوسف إسماعيل. شتاي أولسوي يزيد من وزنه ليصبح 144 كيلوغراما. سيضطر الممثل التركي شتاي أولسوي الذي يلقب بالأسطورة للخضوع لنظام غذائي لزيادة وزنه ليصل إلى وزن 144 كيلو، حيث سيجسد شتاي في فيلمه الجديد شخصية مصارع تركي عملاق يوسف إسماعيل، والذي عاش في الفترة بين عام 1856 إلى 1898. شتاي المعروف بلياقته البدنية وطوله الفارع سيتفرغ لدراسة شخصية المصارع العملاق ليتمكن من تجسيدها كما يجب، وسيبدأ التصوير في شهر مايو القادم. ورشحت للبطولة أمامه 4 أسماء نسائية وهم بورغو بريكبيك وجوتشي باهدير، فرح زينب وجان سوديري. شتاي الذي كان آخر أعماله التلفزيونية مسلسل في الداخل يستعد أيضا في العام 2018 للعودة بمسلسل جديد سيبدأ تصويره في نهاية شهر يناير، ويتكون من 20 حلقة وسيعرض على الإنترنت على موقع نتفليكس، وكل 3 حلقات سيتولى إخراجها مخرج مختلف. وكان شتاي قد سافر منذ عدة أشهر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث خضع هناك لدورات لتقوية لغته الإنجليزية وأخرى لتدريبه على الأداء، حيث أقام هناك لمدة 4 أشهر وأثار حينها الجدل بسبب حياة الرفاهية التي كان يعيشها، حيث استأجر فيلا لمدة 4 أشهر وقام باستئجار رانج روفر كلفته يوميا $100. شتاي كثيرا ما يصرح برغبته بالاستقرار في أمريكا، حيث سبق أن صرح أن أمريكا للعيش وتركيا للعمل. بعد الفاصل محمد رمضان في لقاء حصري مع عرب وود. الشارع اللي يقول مين رقم 1 ومين رقم 9. إيوان سائح في شوارع القاهرة. أملي دايما كان يا بلدي. وصل الفنان اللبناني إيوان لمصر وخطفناه في جولة سياحية في شوارع القاهرة اللي من خلالها شفنا جانب آخر من إيوان غير اللي تعودنا عليه على المسرح أو الكليبات. جولتنا مع إيوان بدأناها من شوارع وسط البلد اللي كان سعيد جدا فيها وغنى في شوارعها. يا مالك سر الهوى والحياة، انت الأمر اللي بتحلى في الساعات، ما بشوف الدنيا حلوة من دونك ما بتروي. طوال جولته معانا كان مبهور جدا بعمارة القاهرة الخديوية. شوفوا مثلا المبنى بيعقد، اميزنج، تحفة، في حاجة فيكتوريان فيه كده وفي الطوب المصري. جو البلد الحلو مع المقاهي ده، الميكستشر ده، ده اللي بيميز مصر عن باقي الدول وده اللي بيحببني بمصر. رغم حبه لكل حاجة في مصر إلا إن الأكل الشعبي المصري ليه مكانة خاصة جدا عنده. الفول بعشقه بالبصري و كل شيء، والطاجن بتاعه وكشري، وبحب الملوخية المصري قوي لدرجة إنه أهلي بس جبتهم لهون صاروا بيعملوها وبنطلبها بالبيت على الطريقة المصرية اللي هي مفرومة كتير. أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي، وأفضل دايما جنبك على طول. بتجمعه بالشعب المصري علاقة مميزة جدا رغم غيابه عنهم لسنوات. سبحان الله الشعب المصري عنده وفاء يعني صدره رحب دايما للناس، هو كان صدره رحب لإلي بالبداية، وجهه خير علي كبلد وشها خير. استغل تواجده في مصر وعمل جولة بالأماكن السياحية بالأقصر والجيزة، وكان حريص إنه يتصور وينشر الصور دي على إنستغرام. الوينتر بالاس، لابس الطربوش، لا في حاجات
ده وانا على البوت رايح للويست بانك في الاقصر. طبعا دي صور الجيزة. ما كانش ينفع يبقى معانا ايوان وما نسألوش عن جديد حياته الشخصية. الجواز خلص يعني، انت كان ما اتفقناش طلقنا وفضلنا اصحاب بعديها، ودلوقتي في حاجة كده يعني ان شاء الله يكون في نصيب، اذا ما في نصيب اللي الله بيريده مثل ما بيقولوا عنه. وعدني قول ان شاء الله نبقى العمر سوا، وعدني قول ان شاء الله بعدك ما في هوا. منذ أيام الانتربول الدولي المخرج اللبناني سعيد الماروق في مدينة براغ عاصمة تشيك، وذلك على خلفية دعوى قضائية قدمت ضده من سيدة الأعمال رباب عطوي النعيمي شريكة الماروق السابقة في شركة الإنتاج التي يمتلكها، واتهمته منذ 5 سنوات باختلاس مبلغ 4,600,000 دولار، وهو الخبر الذي سبب صدمة لمحبي المخرج الذي قدم الآلاف من الأعمال الناجحة. وسبق أن تم توقيف الماروق في لبنان لمدة شهر، وصدر بعدها قراراً بإخلاء سبيله من قبل القضاء اللبناني بكفالة مالية، وما زالت الدعوى قيد النظر ولم يفصل فيها حتى الآن. وبحسب ما ذكرت رباب النعيمي في تعليق لها على إنستغرام أنها هي صاحبة الدعوى على الماروق وسبب إيقافه في براغ من قبل الإنتربول. من جهة أخرى ناشد وكيل الماروق المحامي كامل صفا الدولة اللبنانية لإطلاق سراحه. حطت إيد على قلبي وقالت لي ما في حرارة، ما عندك قلب يا خسارة ما عندك قلب. وقامت زوجته جيهان بنشر بيان عبر صفحتها على فيسبوك أكدت فيها أن زوجها الذي حارب مرض السرطان سيخرج منتصراً ومرفوع الرأس، وأن إيقافه من قبل الإنتربول غير شرعي، وأن محاسبة زوجها تتم في بلده لبنان حيث الدعوى الأساسية وليس في بلد آخر، لأن الدعوى ما تزال قائمة في لبنان. ما في جرح تخلص الدنيا من بعده، بوقف وبنطر أنا الجرح اللي بعده. فيما قام أصدقاء الماروق بإطلاق حملة تضامن معه بعنوان كلنا سعيد الماروق، للمطالبة بإطلاق سراحه ومطالبة الدولة اللبنانية بمتابعة القضية، وخاصة أن سعيد يعاني من وضع صحي صعب، فهو مريض سرطان وبحاجة لمتابعة طبية. يلي بيضحي بنفسه واللي بيحبه همه نفسه هنختم حلقة النهاردة مع الجزء الثاني من اللقاء اللي عملناه مع النجم محمد رمضان، واللي هيكلمنا النهاردة عن تعاونه مع ياسمين صبري في فيلم الديزل المنتظر وعلاقته بالنقاد ورأيه في النقد اللي بيتكتب عنه. من الصعب ان فنان يقدر يوصل لنجم شباك في فترة قصيرة، لكن محمد رمضان كسر كل القواعد وقدر يحقق اكتر من اللي متوقع، وحجز لنفسه مكانة كبيرة في قلوب جمهوره بمختلف ثقافتهم، واصبح حالة فريدة بيحكي عنها جمهوره والصحافة يوميا. مش بالفهلوة ولا بان الجورنال بيقول ايه والصحفي فلانة صاحبي راح قايل لي كلمة زيادة، كان بيتقال كلام عن ناس في جرائد ومجلات ويتكتب عليهم للصبح والبرامج تمجد فيهم. دي حاجات مش بإيدينا، كلنا بنطمح بيها، ولكن الشارع اللي يقول مين رقم 1 ومين رقم 9. تعالى محمد يا نمر اتفرج على اهو اهو اهو
فنان استثنائي في كل شيء، حتى مع الصحافة اللي بتلاحقه بكلامها في كل عمل بيبدأ فيه. وآخرهم الأخبار اللي اتكتبت عن مسلسله الجديد زين. الاسم كده نسر الصعيد وتحتها صغيرة زين. صحفيين بيجتهدوا وينزلوا أخبار ملهاش أي علاقة بالمسلسل. مثلا في خبر قريته إن جاري البحث عن شيخ القبيلة. المسلسل ما فيهوش لا قبائل ولا في حاجات، اسمه نسر الصعيد يعني في الصعيد. أنا عارفة صوتك وشايفة عينك، ليه خايف تكشف وشك؟ أنا علي الزيبق وده وشي. بيشاركني البطولة فيه الأستاذة سلوى خطاب والفنانة الكبيرة درة والفنانة عائشة بن أحمد. آراء النقاد بالسلب أو بالإيجاب مهمة للفنان، ولكن علاقة محمد رمضان مع الناقد طارق الشناوي علاقة من نوع خاص، بالرغم من تصريحاتهم اللي ردوا بيها على بعض مؤخرا. أنا عارف نيته كويس جدا، هو نيته أن محمد رمضان يبقى في أفضل حال، لأن ده أستاذي. بشكرك جدا وإن شاء الله أكون عند حسن ظنك وبإذن الله تفتخر بيا جدا. ولأنه أيقونة نجاح، فبمجرد ما بيتقال اسمه في أي عمل الدنيا بتتقلب، وده اللي حصل في مسرح مصر. آخر حاجة شفتها تقليد رفاعي الدسوقي، دي حلقة عجبتني. الله، ده أنت معلم بقى وبتتكلم وأنا واقف، ده أنت تمسك الشيشة بقى. إن حد يجيب سيرتي عشان يعمل نسبة مشاهدة حلوة، ده شيء يسعدني ويبسطني جدا. فده نجاح طبعا بينسب ليهم اولا ثم بينسب لي، فرصيدي بيزيد وانا في البيت. هعمل افلام زي بتاعت محمد رمضان بالظبط. ازاي بقى؟ ده اللي بياكل مع الناس. اه طبعا. هعمل اكتر من عمل جمع رمضان بياسمين صبري، واخرهم هيكون في فيلمه الجديد الديزل. عملنا قبل حلو في الاسطوره، الناس اتبسطت بيه، كاريزما قويه وعندها حضور قوي وموهبه كبيره. انت بتعمل معاه كده ليه؟ انا بحس ان انت عايز تكسره. ليه متجوزه مج؟ هي بتعمل اول بطوله مطلقه ليها في رمضان السنه دي، فبتمنى لها التوفيق ان شاء الله تبقى من اهم نجمات مصر باذن الله. الديزل ما يعني لم انتهي من تصويره، قرب يعني خلصنا تقريبا 70% من التصوير. الكنز باقي لي تقريبا يومين تصوير ونخلص. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة. ما تنسوش تتواصلوا معنا على حساباتنا على السوشيال ميديا او روتانا.net. شكرا للمتابعة، استنونا بكرة.